السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجمة مصر تصرخ لا تجبروني على البيكيني، أريد الحجاب. لايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. انتقدت دعاء الغباشي نجمة منتخب فرنسا للكرة الشاطئية في فرنسا، ورفضت إجبار اللاعبات على خلع الحجاب أو ارتداء البيكيني من أجل منافسة أولمبياد باريس 2024. لجأت العداء الفرنسية الأولمبية سونكان باسيلا لوسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من بدء دورة الألعاب لتكشف انها لن تشارك في حفل الافتتاح بسبب حجابها. وقالت دعاء 28 سنة في حديث لصحيفة اكسبريسن السويدية يوم الخميس: اريد ان العب مرتدية الحجاب. وهي تريد ان تلعب مرتدية البيكيني، لا مشكلة، فقط كل ما نطالب به احترام جميع الاديان والثقافات المختلفة. كملت كلامها وقالت: لا تجبرني على ارتداء البيكيني من اجل المشاركة في الالعاب، ولن اطلب منك ارتداء الحجاب. لا احد يملك الحق باملاء ما يريد على الاخرين، يجب السماح للجميع بفعل ما يريدون. وأشادت الغباشي بقرار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وقالت: شعرت بالرضا بقرار السماح بارتداء الحجاب، وده أمر جيد جدا عشان الحجاب جزء من هويتي، لكني مش هفرضه على الآخرين، الكل عنده حرية يفعل اللي هو عاوزه. وفازت إسبانيا على مصر يوم الخميس في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية ضمن أولمبياد باريس 2024. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.